ستة أيام على خطف المواطن فؤاد داود، ستة أيام ولا تقدم في القضية بعد، الأمر الذي دعا أهله إلى النزول إلى الشارع وقطع طريق المدينة الصناعية في زحل سلميا للتعبير عن غضبهم، وإلى جانبهم عدد من فعاليات ونواب المنطقة. زوجة المخطوف طالبت بوضع حد لما يحصل وإلقاء القبض على الفاعلين وتحرير زوجها. مخابرات جيش ودني وكلهم ما عم يقدروا يكمشون، ما في الا بيوعدوني اليوم، ما في الا بيوعدوني اليوم، كل يوم بيقولوا لي اليوم، يعطيهم الف عافيه وعم يشتغلوا. انا مش ناكره هالشيء، بس نحن يعني نحن شعب يعني نحن طالعه بجلدنا، اذا بدهم يعملوا بهالعالم هيك يعني العالم مش حيبقى عالم لبنان. من جهه اخرى استنكر النائبان الي ماروني وسليم عون عمليه الخطف. مش كل مواطن على الطريق صار مشروع مخطوف، ومش كل عائله جمعت جنى عمره بيجوا مجموعه حراميه مغطيين من جهات حزبيه وسياسيه يجوا يخطفوا الناس ويخطفوا لهم جنى عمرهم. ما فينا الا ما نلاحظ انه الاعمال هيدي ما عم بتصير الا ضد فئات معينه، يمكن صايرين معتبرينا انه هيدي فئات ضعيفه، يمكن بعدنا هلا ضمن عم نعالج الامور بهدوء وبرويه. الاهالي اعادوا فتح الطريق لكنهم توعدوا بالتصعيد ما لم يتم الافراج عن داود في القريب العاجل.